السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله عندنا محاضرتين راح نتكلم فيهم، اللي هي محاضرة رقم 3 ومحاضرة رقم 4. بشكل عام راح تكون عن الفيروسز بشكل عام، تمام؟ راح نحكي عن viral diseases in the hematolymphatics إن شاء الله، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نتكلم أول شيء عن الفيروس اللي هو البارفو فيروس. اوكي، بارفو فيروس ينتمي من عائلة البارفو فيرديا، تمام؟ الممتاز بالبارفو فيروس انه هو اول شيء دي ان اي فيروس، مش ار ان اي، دي ان اي فيروس، ويحتوي على سنجل لاينر ستراند اوف دي ان اي. اوكي، والدايميتر تبعه 22 نانومتر، وهذا سمول مقارنة بالباقي الفيروسز. اوكي، الفيروسات هاي من عائلة البارفوفيرديا تعتمد على فيروسات أخرى من أجل التكاثر، تمام؟ ولكن في زي إنه فرد من العائلة هاي اللي هو البارفوفيروس B19 أبى أن يكون ذليلا وأبى أن يكون عالة على أبناء جنسه. فهذا البارفوفيروس B19 بيتكاثر من غير أي حاجة لفيروسات اخرى. يعني مثال عشان افهمكم الصوره، اي ثينك تتذكروا انتم الهيباتايتس بي، واللي هي الهيباتايتس بي هيب بي، والهيباتايتس دي، تمام؟ الدي مثلا ما بيقدر يتكاثر لحاله الا بوجود اللي هو البي، اللي هو مساعد للهيباتايتس دي من اجل التكاثر بصفه عن الكو انفكشن، يعني للتذكره بس عشان نوضح المثال، تمام؟ فالبي 19 المميز فيه انه ما بيحتاج اي مساعدة صراحة من اي حدا، تمام؟ والمميز فيه ايضا انه هو الوحيد اللي بيهاجم بني الانسان. اوكي، فالوحيد اللي بيهاجم الانسان. اوكي، وهو يعني زي بسموه اكوزيتيف فيروس، يعني عشان بسبب لي زي انه شيء اسمه اريفيما انفكشوزم او سلاب تشيك سيندروم. تتذكروا مثلا بالمايكرو بيجيك طفل هيك وجهه، اي ثينك في صورة لها زي هيك مثلا، تمام؟ هيك هي سلاب تشيك. اوكي، اللي هي الفيث ديزيز، لانه في عنا 6 فيروسز بيعملوا لي شو اسمه كوتينا سيمتومز. الفيرست اللي هو الميسلز، السكس اللي هو الهيمبلس الهم الهربس سيمبلكس فيروس 6. ما بيهمنا الحكي هذا، اهم شيء نعرف انه هو عباره عن فيث ديزيز، و بسموه سلاب تشيك سيندروم، سوري يسبب السلاب تشيك سيندروم. اوكي، الفيروسات يعني اضافه الى اللي هي سلاب تشيك سيندروم ممكن يسبب لي اللي هو جوينت ديزيزز، امبريوباثيز، اند تيشو ريجكشن، يعني ممكن يعمل لي مشاكل بالمفاصل بالجنين، وممكن يعمل لي زي انه رفض للانسجه اللي تم زراعتها. يعني هذا جدول، اهم شيء نعرف منه انه الفيروس هو عباره عن ايكوسيهيدرال. اوكي، وهو دي ان اي فيروس سنجل ستراند دي ان اي لاينر. الفي بي 1 في بي 2 اللي هو الميجر بروتين، والفي بي 1 اللي هو الماينر بروتين. اوكي، وكمان لازم نعرف انه هو نون انفلوب. اوكي، اللي هو نون انفلوب. اوكي، فهذا الفيروس نون انفلوب وريبليكيشن نيوكليوس بس بشكل عام، تمام؟ والبي 19 بيهاجم الريد بلاد سيلز بروجينيترز. اوكي، الاريثروسايت بروجينيتر سيلز بيهاجمهم، تمام؟ فبصير في زي انه مشكله بالسبلاي للار بي سيز، تمام؟ تمام. هلا لازم نعرف السلايد هاي انه البي 19 يعني ممكن نلاقيه بالسكولز مثلا، او اوت بريكس ان ذا سكولز. يعني مثلا لقينا طفل انصاب، راح غالبا راح يعد الاطفال اللي حواليه، تمام؟ وهو ينتقل، اهم شيء لازم نعرف عن طريق الدروبلت انفكشن، عن طريق السوائل، تمام؟ دروبلت مثلا زي الكحة وما الى ذلك، او اللعاب وما الى ذلك. يعني في دراسات بتحكي عن فيكال اورال روت، يعني بس اهم شيء نعرف انه هو دروبلت انفكشن، تمام؟ وممكن عن طريق البلد برودكتس، تمام؟ عن طريق تبرع بالدم ونقل الدم
وحتى عن طريق المستخدمين المخدرات، يعني مثلا دراج ادكترز ار هاي انسيدنس جروب، ها دراج ادكتس. اوكي، الباثوجينيسيس لهذا الديزيز، اهم شيء نعرف انه هو البارفوفيروس بي 19 بيهاجم شو اسمه اريثروسايت بريكورسل سيلز، تمام، بالموجودين بالنخاع العظم بالبون مارو. اوكي، فهذا الشيء راح يكسر لي او يوقف لي او يضاعف لي عمليه انتاج الاريثروسايتس. طبعا هاي الشيء مثلا بالهيلث انديفيدجوالز ممكن ما ياثر كثير صراحه، حتى اصلا يكون اسيمتوماتيك اصلا بالهيلث انديفيدجوال، اصلا الزلمه الطبيعي اصلا عنده كرات دم سليمه اصلا، لو تاثرت شوي الار بي سي سينثيسز ما راح يعني ما راح يصير عندي هالاشكال الكبير. ولكن بالمرضى اصلا اللي عنده مشكله بالدم اصلا والدم عندهم قليل، تمام، تيجي انت تسكر عليهم حنفيه الدم ار بي سيز او تقللها، فهي صراحه تعمل لي مشاكل كبيره. المرضى اللي ممكن هم سفر فروم انيميا، اللي هم السكل سيل انيميا، اصلا ما عندهم انيميا اساسا من غير واسطه، تيجي انت تقضي على الاريثروسايت بريكورسرز اللي هم اصلا يا دوب يمسلك حاله فيهم، فمشكله صراحه اكيوت انيميا، تمام، ممكن يعمل لي كرونيك، وفي الكرونيك هيموريتيك انيميا كمان، تمام. بس بشكل عام انفكشن اللي بيصير بالحالة هاي بيسموه له اسم، يعني سوري صار عندي انيميا، تمام، من ورا هذا الانفكشن بصير في شيء اسمه عنده هي اي بلاستيك كرايسيس، اللي يصير عندي الاريثروسايت ريسبلاي قليل جدا، يصير في عندي شورتج بالاريثروسايت سبلاي. يعني بشكل عام هيك ريكاب سريع، البارفوفيروس بي 19 بيتكاثر بالمنخاع العظم الاريثروسايت بريكورسر، تمام، وهذا الشيء راح يوقف لي الاريثروسايت سينثيسيس. اوكي، وهذا الشيء راح ياثر لي على المرضى اللي عندهم اصلا انيميا، مثلا سيكل سيل انيميا او كرونيك هيموليتيك انيميا. اوكي، والانفكشن اذا سوى لي سيمتومز بالحاله هي مسميها بالمجموعه هي مسميها اي بلاستيك كرايسيس. اوكي، تمام. الان الفيروس هذا اذا صاب الحوامل غالبا ممكن يسوي لي شيء اسمه سبونتينيوس ابورشن، يصير لي اجهاض مفاجئ هيك من غير سبب بأوائل أيام الحمل، تمام، بآخر أيام الحمل مثلا بالليت بريجنسي بصير إشي عندي اسمه هايدروبس فيتاليس. هذا المصطلح مر معنا إذا بتذكر مادة المد بايو كيمستري محاضرة رقم 2، ممكن رقم 2 أو 3 مثلا، تلاسيمي مثلا تذكروا. المهم فيس هايدروبس فيتاليس الآن، وأهم شيء نعرف إنه المرض هذا بشكل عام بالهيلث اند هيلث بيرسون بالهيلثي بيرسونز، تمام، بيكون اسيمتوماتيك، يكون عنده كورس اللي هو اسيمتوماتيك كورس. اوكي، عشان وبالاطفال مثلا ممكن يصير لي شيء اسمه اللي هي حكينا عنها اللي هي سلاب تشيك سندروم، هو بيعتبروه انه هي هارمس، يعني بس انه زي المضروب كف على وجهه، يعني اوكي، يعني ما بيكون عنده لا انيميا، ما بيكون عنده لا اي اعراض يعني اخرى، ولكن العرض الوحيد اللي هو هارمنس سيمتوم اللي هو السلاب تشيك سيندروم، اللي هي الفيث ديزيز، سوري، اللي هي السلاب تشيك اللي هي زي انه خدوده محمرات، تمام. فبشكل عام الديزيز هذا بيكون اسيمتوماتيك ان هيلثي بيرسونز اور انديفيدجوالز، ولكن السيمتومز ممكن نلاقيها بالبريجننت جروب او بالبيشنت that already suffers from anemias. اوكي، هلا هذا جدول بلخص حكينا فوق الاريثيما انفكشوزم، تمام. هلا بالتشلدرن، تمام، حكينا بصير عندي كوتينس راتش، تمام، اوكي، اللي هي حكينا عنه اللي هو سلاب تشيك. بالادلتس بصير عندهم ارثرالجيا، تمام، فلازم نعرف انه التشلدرن بصيبهم كوتينس، والادلتس بصير لهم وجع بالمفاصل. يعني هي صراحة كثير معظم الفيروسات، أو مش نحكي معظم الفيروسات، كثير من الفيروسات بسبب لي وجع بالمفاصل، هذا في أي شيء هذا مش سبيسيفيك يعني، ولكن بالأدلتس بسبب لي أرثرالجيا. أوكي، هلا الناس اللي عندهم أصلا أنيميا أو الهيموليسيز بصير في عندهم إيش سيندروم اللي هي ترانزيت أي بلاستيك كرايسيس اللي حكينا عنها، بصير في عندي إيش اسمه سيفير أكيوت أنيميا، تمام، فأكيوت فجأة بتصير، إنه مش فجأة يعني، إنه حادة جدا يعني، تمام، فالجسم ما بيلحق يعمل لكم سم كومبنسيشن لها. اوكي، هلا بالناس اللي عندهم اميون ديفيشنسيز بياخذوا مثلا
immunosuppressant or they already or already suffers from HIV infection مثلا. فهدول بصير عندهم اشي اسمه كرونيك انيميا، والسندروم اسمه بيور ريد سيل ابليجيا. فون بلاستيك، اي بلاستيك كرايسيس، اي بلاستيك كرايسيس كرايسيس انه اشي هلا صار، يعني مش انه اشي هسا، يعني اشي اكيوت صار، تمام. اسمه اصلا بخوف انه هسا اكيوت ترانزيت بلاستيك كرايسيس، فاهم علي؟ وسيفير اكيوت، فاهم علي؟ فعشان هيك تحس من الاسم انه اوكي هاي بتصير بالناس اللي عندهم اصلا underlying hemolysis. بين بيور ريد بلاد سيل ابليجيا بتحس هذا اسم زي انه اشي كرونيك، يعني ابليجيا مش نحكي كانسر يعني، لا مش كانسر، هاي المصطلحات باثولوجي، ابليجيا ميتابليجيا ديسبليجيا، يعني هالشغلات هاي يعني. فبتربطها انه شيء كرونيك، انه الكانسر بده وقت كثير وكذا، بس هو الكانسر ما بصير له ابليجيا يعني صراحة، بس انه فهمتوا عليه الكونسبت، انه نفس الكلمات نفس المسميات نفس المصطلحات. فكرونيك يعني عشان اربط لكم اياها، انه ابليجيا مع كرونيك يعني بجوز ما زبطت معي هالمرة، ولكن بغض النظر اهم شيء نعرف انه بيور ريد بلاد سيل ابليجيا بصيب مجموعة الاميون ديفيشنسيز. اوكي، هلا السندروم الثانية اللي بتصيب الفيتاس اللي هي هاي دروبس فيتاليس، تمام، فاتل انيميا، فاتل انيميا تسبب، تمام. تمام، انا اي سلايد صراحة مراجعة للي حكيناه سابقا، يعني اهم شيء لازم نعرف من السلايد هاي انه السيمتومز بتظهر بعد 7 ل 10 ايام من الاصابة بالعدوى او الاكسبوجر. خلينا نحكي، هلا حكينا الكلاسيكال سيمتومز اللي هي صار عندي اول شيء طفح بالوجه كما هو موضح هنا، بعد يومين ثلاثة بينتقل للأطراف، تمام، بينتقل للأطراف. وفي شغلة نحكيها إنه الـ adults حكيناها سابقا don't exhibit slab cheek phenomenon، يعني هاي هذا الشكل ما بنلاقيه بالكبار، بصير عندهم شيء اسمه arthralgia. okay، arthralgia تمام، with or without macular rash، يعني مش مهم ماكلر راش، مش كاركترستك يعني كثير مهم، اهم شيء يكون عندي ارثراجيا. اوكي، ممكن يصير في شويه ماينر فيبرايل بريدروم، يعني ممكن هيك شويه ارتفاع حرارته، بس اهم شيء لازم نعرف انه يصير عند طفح الوجه، بعدين ينتقل للاكستريميتيز، هاي بحاله الاطفال، بحاله الكبار لا بصير عنده وجع المفاصل غالبا، ممكن نلاقي عنده ماكلر راش، تمام. تمام، هلا المطلوب منا بالسلايد هاي اللي هي البولي اريثروباثي سندروم، تمام، اسمها بولي، بولي يعني كثير، اريثرو مفاصل، باثي مشكلة او تحلل او من زي انه ديجنريشن خلينا نحكي. اوكي، فبشكل عام لازم نعرفه بالبولي اريثروباثي باثي سندروم اللي بصير، هي غالبا قال نادر ما يصير بالاطفال، بصير غالبا 50% من الادلتس و مور كومون ان ويمن ذان مان من اوكي. فبصيب هو الادلتس الكبار وبصيب الومن اكثر من المن. اوكي، هلا الديستربيوشن او توزيع السيمتومز المفاصل ايش بيكون؟ بيكون متساوي، يعني بيكون على الجهتين سيمتريكال، يعني بيكون باليمين وباليسار، بيد اليمين وبيد اليسار، تمام. ويبدا اول شيء بالسمول جوينتس، بالمفاصل الصغيره اللي الهاند، يبدأ بالمفاصل بالإيدين، بعدين بروح على الأنكلز، بعدين الركبة، بعدين المعصم، تمام. فبروح أول شيء على الأصابع هاي الإيد يعني بشكل عام، بعدين بروح على الأنكلز، بعدين الركب، بعدين الريست. هلا بشكل عام ممكن الأعراض هاي تختفي خلال كم أسبوع، يعني السيمتومز هاي تختفي خلال كم أسبوع، ولكن ممكن يصير في عندي ريكرنس الاسبوع اللي ممكن تستمر لاشهر، فممكن يصير في عندي ريكرنس للسيمتومز يستمر لاشهر، فممكن اوكي تختفي الاعراض هاي خلال كم اسبوع، ولكن ممكن يصير في عندي ريكرنس مرة اخرى ويستمر لاشهر. هلا عندنا الترانزيت ابلاستيك كرايسيس، راح نحكي عنها بشكل مكرر ونفصل شوي بس شوي صغيرة. هلا بشكل عام معظم المرضى اللي يصابوا بالبي 12 سوري بالبي 19 فيروس انفكشن
عادة لا يصابون بأي أعراض، ولكن ممكن يصير في شيء اسمه عندهم اللي هي asymptomatic transient reticulo cytopenia. ريتيكولو سايت اللي هي جاي من ريتيكولو سايت اللي هي بتكون بريكورسر للإريثروسايت، يعني تكون خطوة ما قبل الإريثروسايت، أو تكون إريثروسايت صغير. فريتيكولو سايتوبينيا إنه عندي نفاذ أو نفاذ بالريتيكولو سايت، تمام؟ كل منطقة يعني البي 12 سوري بالبي مش عارف ايش معلق على البي 12 نفسي افهم. المهم فالبي 19 فيروس بيهاجم لي البري بريكورسر اوف ذا اريثروسايت، اوكي؟ فمنها بتكون الريتيكولوسايت، اوكي؟ فنفحص لهم الريتيكولوسايت بنلاقي عندهم سايتوبينيا للريتيكولوسايت. هلا الحكي راح نكرره مرة اخرى، اللي البيشنتس اللي عندهم انيميز او تلاسيميز او اني مثلا هيموليتك ديزيزز، تمام، بصير في عندهم اللي هي زي انه ابلاستيك كرايسيس، اوكي؟ هذا حكيناه سابقا، ترانزيانت ابلاستيك كرايسيس. اللي حكي الانديفيدجوالز اللي بنصابوا اللي هم هيموليتك ديسوردرز، تمام، الهيموجلوبينوباثيز حكينا عنه محاضرة البيوكيمستري، الرد السل انزيموباثيز زي البايروفيت كاينيز ديفيشنسي وزي الجي 6 بي دي، او الاوتوميون هيموليتيك انيميا، تمام. الاسباب الاوتوميون هيموليتيك انيميا اللي هي اللوبس حسب ما اعتقد، يعني ولا مش مطلوب منكم، انا مش مطلوب منكم بس هيك يعني كونوا ببالكم. المهم البيشنت بشكل عام راح يظهر راح يكون عنده سيفير انيميا، ممكن تكون لايف ثريتنينج، يعني ممكن تكون خطرة كثير، لأنه واحد أصلا ما عنده دم كثير أصلا تقطع عنه الدم فمشكلة يعني، وأصلا الريتيكولوسايت هتلاقي عنده قليل. بس بشكل عام هسا أنت عشان تفحصه لهذا البيشنت شو ممكن تلاقي عنه بالبون مارو؟ أول شيء بتلاقي عنده اللي هي absence of erythrocyte precursors، وبتلاقي اللي هو سوري برونو موبلاست، تمام، اسمه برونو روبلو بلاست، تمام، اسم غريب اي نو، بس بشكل عام هاي الخلية تكون واحدة من الستيجز الايرلي ستيجز لتصنيع كريات الدم الحمراء، اوكي. فهاي اذا شفتها انت مثلا هاي صراحة كاركترستيك للبي 19 انفكشن يعني. فبشكل عام يعني احنا اذا عملنا بون مارو راح نلاقي شو اسمه لاب او تيست او سمير، يعني رح نلاقي هاي الشيء وهذا الشيء اللي هو الجاينت سيل برونو مورو بلاست اللي هو بارو فيروس انفكشن سبيسيفيك للبارو فيروس انفكشن، اوكي. ورح نلاقي كمان اللي هو اريثرويد بريكورسر ابسنس، تمام. فرح نلاقي اللي هو الجاينت سيلز برونو رومو بلاست برونو رومو بلاست والإريثروسايت بريكورسرز، أوكي؟ تمام. فالآن حكينا احنا عن الترانزيانت بلاستيك كرايسيس، وراح نحكي عن مرة ثانية نرجع نحكي عن بيور ريد سيل ابليجيا اللي هي كرونيك انيميا، أوكي؟ هلا بشكل عام لازم نعرفه ان الكرونيك انيميا او البيور ريد بلاد سيل ابليجيا هاي بتصير عند البيشنتس اللي عندهم اميون ديفيشنسيز، مثلا نلاقيهم اللي مثلا عندهم congenital immune deficiencies او عندهم ايدز او عندهم لوكيمياز او مثلا عاملين ترانسبلانتيشن، بياخذوا دول ترانسبلانتيشن بياخذوا ادويه مثبطه للمناعه، تثبط المناعه، اوكي. فهدول كيف نفرقهم عن الناس العاديين؟ في عندنا شغله مميزه فيهم اللي هي ما راح نلاقي عندهم اي جي جي. هسه السؤال كيف؟ ليش ما هنلاقي عندهم اي جي جي؟ ما هنلاقي اجسام مضاده تهاجم الفيروس نفسه، لانه بكل بساطه هذا الزلمه اصلا اميون كومبريمايزد، اوكي، ما عنده اصلا زي انه استجابه مناعيه للفيروس هذا، تمام. فما عندي اميون ريسبونس لهذا الفيروس، فما حنلاقي عندي اي جي جي، راح نلاقي كميات قليله وحتى ابسنت، تمام، في حال كان وضع مزري للغايه، تمام. وإذا عملنا فحص للدي ان اي للبي 19 مثلا راح نلاقي عنده هاي تايتر للدي ان اي بالسيرم، تمام، وراح نلاقي سكاثرت جاينت برونو رومو بلاست ان ذا بون مارو، اوكي. بشكل عام هاي الهايدروبس فيتاليس، يعني بصير عندي سوالو من الليفر،
سيفير ابدومينال سوينج. كان بشكل عام هايدروسيتاليس هي جاي من انه سل الفيتس اديما، اوكي، فبتفجر بالسوائل وكذا، تمام. وكما تكلمنا سابقا البي 19 يسبب لي اثناء الحمل او الايرلي بريجننسي، سوري الليت بريجننسي، ممكن يسبب لي هايدروبس فيتاليس او فيتال لوس حتى، تمام. هلا نسبة يصير في عندي انتقال لمرض العدوى 30%، تمام. ونسبة انه نخسر الفيتس اللي هو او الطفل، مش طفل، فيتال لوس، يصير عندي 9%، تمام. والمعلومة المهمة لازم نعرفها انه هو نوت تيراتوجينيك، اوكي، يعني ما بيشم، يعني مثلا في مثلا انفكشنز بذكرهم اللي هم التورش انفكشنز، توكسوبلازموزز وروبيلا سايتوميجالو فيروس الاتش اي في وما الى ذلك من الامراض، هذول والتربونوما بلدهم، هذول كلهم بيعملوا لي زي انه كونجينيتال انوميليز او تيراتوجينيسيتي، تمام. بس هذا الفيروس لا، في كثير فيروسات تعمل لي تيراتوجينيسيس يعني، ولكن هذا ما بيعمل. دايجنوزز، هون حكينا بالبارفو فيروس دايجنوزز، يعني مثلا في ناس اللي ممكن يستخدم لهم اللي هم الاي جي جي والاي جي ام، اوكي، ممكن يستخدم البي سي ار، ولكن معلومة على هامش البيشنتس اللي عندهم اميون ديفيشنسي صعب نلاقي عندهم الاي جي جي مرتفع او حتى مش موجود، فغالبا نتطرق الى البي سي ار بشكل عام، الكلتشر ما نستخدم بالعاده. هلا التريتمنت البارفو فيروس صراحة بكون سيمتوماتيك تريتمنت، يعني أكثر من إنه في علاج، ما في علاج محدد ممكن نستخدمه، تمام. فممكن أعمل ترانسفيوجن، للترانسفيوجن، تمام، الناس اللي محتاجين دم، والناس اللي عندهم اميونو سبريشن ممكن أعطيهم أي في جي، أي في أي جي اميونو جلوبولين للبي 19، أوكي. فالناس اللي عندهم ضعف المناعة ما عندهمش أصلا سيلولار ريسبونس أو اميون ريسبونس، فأنا نضطر نعطيهم اميون باسيف اميون اميون جلوبولين، اوكي. والهلا الاي في اي في جي ما بتفيدني بعلاج صراحه الاريثيما انفكشوزم او البولو اريثروباسي باثي، اوكي، ما بفيدني الموضوع هذا ابدا. ممكن في حاله الامبريو مثلا في حاله الجنين ممكن اعمل شيء اسمه انتريوتيران بلاد ترانسفيوجن للفيتس، اعمل له نقل دم، ما في عندي اي مطعوم للبارفايروس. الهيربس فيروس، الهيربس فيروس صراحة هي عائلة كبيرة صراحة، الهيربا فيرديا، في ايد فيروسز منهم صراحة بيجوا، اوكي. هلا كل الفيروسات هذول بيشتركوا شغلات كثير مشتركة، انه عندهم هاي انفكشوس، خلينا نحكي ريت، انه مثلا لو نجيب مجموعة من الناس نفحص لهم مثلا واحدة من الفيروسات اللي راح نذكرها الآن، راح نلاقي عند 90% من الناس و 90% من الناس كونوا حاملين للمرض هذا او حتى تمت اصابتهم به، اوكي. وفي شيء كمان اللي هو الليتنسي مميز فيهم، يعني ممكن واحد يصاب فيه يضل ليتنت الانفكشن بعد عمر طويل 40 30 20 سنه ويرجع يصير ري اكتيفيشن، اوكي، لما تضعف مناعه هذا الكارير. هلا بعض الامراض او الفيروسات راح نذكرها راح نركز اكثر شيء على الاي بي في وعلى كابوسي ساركوما، هي تسبب لي كابوسي ساركوما، اي بي في بسبب لي مينلي جاستريك كارسينوما، ممكن تسبب لي لينفوما، تسبب لي هوتشكين لينفوما، بي سيل لينفوما، ونازوفرينجيال كارسينوما، بس بشكل عام ركز على هذول، اوكي، تمام. يعني هي اضافات، يعني انه الهيربس فاميلي في عندي الهيربس سيمبلكس 1 و 2، تعملوا لي الالسرز على الثم، اثرس السر، ممكن شيكن بوكس، الفارسيلا زوستر اللي هي سيمبلكس 3، فيروس سيمبلكس 3 لما شيكن بوكس الصغار وشنجلز بالكبار ري اكتيفيشن، سايتوميجالو فيروس، هاي غالبا الناس اللي عندهم ميونو كومبرمايزيشن كومبرمايزد ستيت يصابوا به، تمام. واي بي في انفكشوس مون نوكليوسيز، هيومن 6 ان بروزيلا انفينيتوم، واهم شيء اللي هو الايدز اسوسييتد كابوسي ساركوما اللي هي الهيومن هيربس 8، اوكي. هذا الاي بي في، اول واحد نحكي فيه الاو بي في وهو مهم صراحه، هاي يعني الاي بي في هو حكينا من عائله الهيربس وهي تاتي من عائله الهيربس فيردي، اوكي.
يميز فيه اللي هو انه هيتيرو فايل بوزيتيف. هلا شو يعني هيتيرو فايل؟ بنجيب مثلا احنا دم البيشنت مصاب بالاي بي في، اوكي تمام، نجيب الدم سوري نجيب السيرم تبع البيشنت تمام، ونحطه على دم حصان، يعني هذا دم حصان مثلا او بقرة او خروف اللي بدك اياه، ونجيب سيرم البيشنت المصاب او suspect to be انه infected by the this virus، ونحطه على دم الحصان. صار في عندي لاتكس او اجلنتينيشن هيك تمام، راح يكون التست بوزيتيف. اوكي بس بشكل عام، اوكي بس عشان هيك بنسميه هيترو فايل بوزيتيف انفكشوس مونونيوكليوسيس. صار في عندي اوكي. هلا الانفكشوس مونونيوكليوسيس هي زي انه حاله تمام، هسا حكينا هيترو فايل بوزيتيف انفكشوس مونونيوكليوسيس، يعني بشكل عام هيترو فايل بوزيتيف هي لانه اسم تيست صراحه، هيترو فايل تيست تمام. الانفكشوس مونونيوكليوسيس اوكي هي حالة بصير في عندي حرارة زي انه زي انه خلينا نحكي انتفاخ بالحلق، او خلينا نحكي التهاب بالحلق يعني فارنجايتس سور ثروت، وصير عندي ليمفادينوباثي واتيبيكال ليمفوسايتوسيس. اوكي هلا بشكل عام الاي بي في له هاي اسوسيشن مع هدول التيومرز او الكانسرز، نازوفرنجيال كارسينوما، جاستريك كارسينوما هو اكثر شيء له اسوسيشن معه، بيركس ليمفوما، هوجكنز ديزيز، والبيشنس اللي عندهم زي انه اميون ديفيشنسي بالتي سيلز مثلا بس عندي بي سيل ليمفو. اوكي بشكل عام هلا الديزيز هذا الاي بي في ينتقل عن طريق الاورال سكريشنز، اوكي عشان بيسموه كيسنج ديزيز، المرض التقبيل. هلا الكيسنج ديزيز مر علني شيء اسمه بالمحاضرات الباراسايتولوجي الكيسنج بج، اذا تتذكر اللي هي عن طريق التي كروزي تروبينسوما كروزي، عن طريق الحشره بتروح تقبل وجه هذا البيشنت او المسكين فتنقل له هو المرض. اوكي بس هيك ربط المعلومات. اللي بي في غالبا مهاجم الليمفوس البي لينفوسايتس. تمام هلا الابديومولوجي، هلا بشكل عام في عنا حكينا لو نعمل فحص لكثير من الناس حلاقي عندهم 90% عندهم انتي بوديز لهذا الفيروس، يعني 90% مثلا لو عملنا مثلا فحص لاي عينه من الناس تمام فحصناهم للاي بي في حنلاقي انه 90% عندهم اجسام مضاده لهذا الفيروس. تمام هلا عندنا تو جروبس سوشيال ايكونوميك جروبس، عندنا لور سوشيال ايكونوميك جروب وعندنا هاي سوشيال ايكونوميك جروب. هلا باللور الطبقه الفقيره هلاحظ انه هذا المرض بنلاقيه عند الاطفال. الاطفال عاده غالبا ما بيصير عندهم شيء اسمه الانفكشوس مونونيوكليوسيس. اوكي ليش ما بعرف، بس انه خلاص الاطفال اذا انصابوا بالاي بي في ما بيصير عندهم انفكشوس مونونيوكليوسيس، بينما بالكبار او الاديرسنس اذا كبروا شوي يعني حنلاقي انه اللي بينصابوا فيه موجودين بالطبقه الاجتماعيه العاليه وراح يصير عندهم انفكشوس مونونيوكليوسيس. اوكي بس هيك بشكل. هلا الترانزميشن حكينا عن طريق الاورال سكريشن تمام، عن طريق اليونج ادلتس تمام، سلافي دورين كيسنج يعني بيصيروا هي تقبيل، وعن طريق التقبيل ينتقل المرض، هذا المين روت يعني، ممكن عن طريق البلاد ترانسفيوجن بون مارو ترانسبلانتيشن، بس هذا صار رير كثير انه واحد بيفحصوه قبل ما يصير هذا الشيء. اوكي هلا لو مثلا نعمل 90% مثلا نجيب الناس هذول حكينا عنه مجموعة نفحصهم اللعاب رح نلاقي عندهم سيرو بوزيتيف للاي بي في تمام، رح نلاقي انه ايجابي للفحص يعني ده الاي بي في. اوكي تمام هلا الاميون كومبرومايز بيشن رح نلاقي الشيدنج له اكثر، شيدنج انه معناته التبرع من الفيروس اكثر. هلا الباثوجينيسيس بشكل عام للفيروس هذا بشكل عام تيجي بيجي الفيروس بيروح على الاورال سكريشنز وبيروح بيهاجم لي الخلايا الطلعية اللي بيثيل السيلز موجودين بالاوروفارينكس، وبعد ما يهاجم الاوروفارينكس والغدد اللعابية بيعمل لي كونتاكت مع البي سيلز، بعد ما يعمل لي كونتاكت مع البي سيل بصير في عندي انفكشن فالبي سيل تنصاب. هلا البي سيل تنصاب هلا بحالة طبيعية بتروح على بلاد ستريم تمام، وبتروح على الليمفاتكس الليمف نودز،
تمام، بصير في عندي اكتيفيشن للاميون سيستم، بصير عندي ليمفادينوباثي، ومن هناك المسمى بصير عندي شيء اسمه انفكشوس مونوكليوسيس. اوكي، هي انلارجمنت للليمفويد تيشو بعد ما صار في عندي خلينا نحكي هجوم للبي سيلز. هلا بشكل عام بحالة مثلا تي سيل اميونيتي صار لها كومبرمايزيشن، تمام، مثلا بحالة الايدز مثلا، او الناس تاخذ اميون سبريسنت، تمام، التي سيلز بيكونوا ضعاف او مش موجودات، تمام، فما حي... فالبي سيلز الانفكتد بي سيلز راح تسرح وتمرح براحتها، فبصير لها بروليفريشن وتتكاثر وبتكبر وما بتموت، فبتفوت بشيء اسمه امورتاليزيشن، تمام، وهذا التعريف الحرفي لا معنى نيو بلاستيك ترانسفورميشن. فالإيمورتاليزيشن الخلود هو التعريف الحرفي لمعنى النيو بلاستيك ترانسفورميشن، تمام. هلا الاي بي في بيميز فيه انه بيهاجم السي دي 21، تمام، 21 ابستان بار فيروس، بيهاجم السي دي، بيدخل البي سيل عن طريق السي دي 1 سي دي 21. في ريسبتور ثاني هو سي 3 دي كومبيتنت اوف ذا كومبلمنت. اوكي، هلا ممكن نلاقي مثلا انتيجنز، منها النيوكليار انتيجنز او النيوكليار انتيجنز للاي بي في، او الممبرين بروتينز للاي بي في، او الار ان اي للاي بي في، تمام، هذول ممكن نلاقيهم بحاله الليتنسي. اوكي، الناس اللي مثلا اسيمتوماتيك او انصابوا بالفيروس والفيروس صار في دخل في حاله خمود او خمد، فممكن الاقي هذول بالمختبر. اوكي، هلا الاي بي في حكينا بفوت البي سيل عن طريق سي دي 21، والانفكتد بي سيل بصير تعمل سكريشن للاميونوجلوبين، ما بتعمل لي سكريشن للفيروس بشكل كبير، يعني اكثر شيء بتعمل لي اميونوجلوبين سكريشن اكثر من تعمل لي فايرال سكريشن. هلا هون عندنا السيمتومز بشكل عام. هلا الانكوبيشن بيريود بعد الاصابه باليونج ادلتس من 4 ل 6 اسابيع، تمام، من 4 ل 6 اسابيع بصير عندي اللي هي الانكوبيشن بيريود. هلا بشكل عام اعراض مش كثير سبيسيفيك، لقى عنده وهم، تعب، وجع بالعضلات، حراره، وجع بالحلق، طفح، ليمفادينوباثي، تمام، ممكن لاقي عنده سبينوميجالي وتيبيكال ليمفوسايتس. بشكل عام هذا المميز بالابستاين بي بي في، انه صفة عندي سويلينج بالليمف نودز الموجودين بالثروت. اوكي، وهذا الوايت كوت ممكن يعني مس دايجنوز انها هي بكتيريال انفكشن، في ستريبتوكوكس بايوجين تعمل لي زي انه خلينا نحكي الباس، تمام، فالناس بتفكرها ممكن باس هاي، ولكن هاي خاصة بالاي بي في. اوكي، بس ما لهاش دخل الموضوع هذا. اوكي، وهي الليمفا دينوباثي، هي سويلينج بالليمف نوز واضح، وهذا الطفح كما هو موضح بالصورة. هلا اذا احنا عملنا البيشنت هذا السي بي سي البلاد كاونت سيل، هنلاقي عنده شيء اسمه الليمفوسايتوسز، وهنلاقي عنده الليمفوسايتس اب نورمال، وراح نلاقي نوع تي سيلز صار تاخذ شكل دوني سيلز، ما مش موجودين بالسلايدات، يعني هذا من كلام الدكتور، تمام، ولكن اعرف انه تي سيلز بالاي بي في ممكن تصير شكلها او اسمها دوني سيلز. اوكي، هلا الاي بي في اسوسييتد ديزيزز بشكل عام اي امراض يعني حفظ يعني، بس اهم شيء نركز على الجاس الكارسينوما والهاتشكن. هسه بشكل عام عندنا بي سيل ليمفوما، عندنا ليمفو بروليفيريتيف ديزيزز، اورال هيري سيل ليكوبليكيا مثلا زي هيك ليكوبليكيا، ان بلاستيك نازوفرنجيال كارسينوما، هاي بتصير اي ثينك باسيا، خصوصا بجنوب الصين، اي ثينك المصريين ينصابوا فيه. جاستر كارسينوما حكينا، هوتشكن ديزيز او هوتشكنز ليمفوما مميز فيه هي ريد ستيرنبرغ ديزيز سيلز، هيك زي خلايا كبيرة زي البوم يا اخي، هيك تشبه، تمام. الميكانيزم هلا بشكل عام
بصير عندي بالكروموسوم، بصير عندي كروموسوم ترانس لوكيشن لحدي لي انه يشمل لي الاميونوجلوبولين جينز، في عندي جين تفرز الاميونوجلوبولين موجودين على الكروموسومات، فبصير عندي ترانس لوكيشن مع الاميونوجلوبولين جينز، وبصير في عندي دي ريجوليشن للاكسبريشن للمك سي مك بروتو انكوجين. اوكي، فعندي دي ريجوليشن للسي مك بروتو انكوجين. اوكي، هلا الدايجنوزز ممكن استخدم ال بي سي ار يعني، او نيوكليك اسيد هايبرتايزيشن، وهو كثير دقيق يعني، ومستخدمه كثير للاي بي في بيشنتس. اوكي، وهون الايزوليشن اوف فيروس يعني، ممكن نعمل ايزوليشن مثلا، نجيب السائل او ناخذ عينة دم او ناخذ نسيج من الليمفاتكس يعني مثلا، تمام، عينة دم او من السلايفيا، تمام، ونعمل ايزوليشن للفيروس. اوكي، هلا السيرولوجي ممكن استخدم الإلايزا، اميون انزيم لينكد اميون سبرنت اساي اور اميون بلوت اساي ان دايركت اميون فلوريسنس تيست يوزنج اي بي في بوزيتيف ليمفويد سيلز. هذا اللي هو الهيتروفايل اجلانتينيشن تيست، او بسموها هيترو البونو سبوت، تمام. هلا الاي بي في يمتاز انه هو بسموه بوزيتيف مونو سبوت انفكشوس مونونوكليوزيس. هلا فعلا النيجاتيف اللي هو بنلاقيه بالسي ام في، السي ام في هو نيجاتيف هيتروفايل. اوكي، هلا بشكل عام هي الانتي بوديز يعني، هاي الهيتروفايل انتي بوديز اللي حكينا عنها، اللي بتعمل لي اللي مثلا جبنا دم حصان مثلا وحطينا سيرة من بيشنت ذات هي suspected to be infected with this virus، و حطيناه وصف عندي لاتكس هيك اجلونتينيشن، و بيساهم لي في كونفيرم دايجنوزز، اي ثينك انه صار اكسبايرد او بطل يستخدموه يعني. بس يعني حلو تعرفوا انه مهم يعني، انه تصنيف يعني انه هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. هلا التريتمنت يعني ممكن يقلل لي التبرعم اللي من الاوروفارينكس يعني، تمام، بس ما بيأثر لي صراحة او ما بيهاجمني البي سيلز المصابين، الامورتلايزد بي سيلز. اوكي، سايكلوفير اصلا ميكانيزم تبعيته يعني اي ثينك اخذته بالفارم، انه زي انه انالوج يعني، نيوكليوتايد انالوج بفوت مع الفيروسات وبوقف لي الريبليكيشن تبعيتها، تمام، فما بيأثر لي على البي سيلز وما بيخفف لي صراحة السيمتومز تبعون المونوكليوسيس، وما في اي فائدة انه بالتريتمنت بالاي بي في اسوسييتد لينفوما، ما عندي اي مطاعيم للاي بي في. هلا الهيومن هربس فايروس او بسموها الكابوسي ساركوما هو اكتشفوه بايام ال94 يعني بشكل عام، وصراحة في ترابط جدا كبير بينه وبين الايدز يعني، مثلا واحد مصاب بايدز ممكن يصاب بالكابوسي ساركوما، تمام، وهو يعني الليمفوتروبيك، تمام، ومور كلوزلي ريليتد تو اي بي في. هلا الباثوجينيسيس تبعيته يعني، انه ممكن الكابوس ساركوما هيربس سيمبلكس فيروس جينوم ممكن يعمل لي زي انه انتاج، او خلينا نحكي مش انتاج، هو الجينوم تبعه او خلينا نحكي شريط دي ان ايه موجود بالفيروسات يحتوي على زي انه جينات تتحكم بالسيل سايكل، تمام، فممكن يثبط لي مثلا انهبيتوري للسيل سايكل، تحفز لي البروليفريشن للسيل عن طريق السايكلين دي سايتوكاينز والكيموكاين ريسبتورز، وصيف عندي زي انه تيومر مثلا، تمام. بشكل عام يعني هاي مش اشي مثبت كثير يعني، ولكن هيك غالب الظن يعني الباثوجينيسيس تبعيته الفيروس، تمام. هلا هو بيسموه الكابوس ساركوما، بيسموه الفاسكولار تيومر اوف ميكس سيلر كومبوزيشن، هو بشكل عام عملي فاسكولار تيومر بشكل عام، وهذا بنلاقيه مرضى الايدز يعني، تمام، بيعمل شيء اسمه كافيتي بيز ليمفوما، تمام، بادي كافيتي بيز ليمفوما بالمرضى الاتش اي في، سوري الايدز بيشنت، تمام. هلا
الترانسميشن عن طريق الاورال سكريشن most common route of transmission. هل ممكن عن طريق السكشولي كورس مثلا، السكشول الكورس مثلا، انتر كورس مثلا، او ممكن عن طريق الفيرتيكال. فيرتيكال يعني مثلا عن طريق الام تعطي، لما تعمل give birth لابنها عن طريق الفاجينا مثلا، البيشن الطفل ياخذ الفيروسات. ممكن عن طريق البلد، ممكن عن طريق ايضا زراعة الاعضاء. تمام، فهو عبارة عن فيرال دي ان ايه، وممكن نلاقيه بالحليب. هسه مش كثير مهم نركز موضوع هذا، لانه في عندي فيروس ثاني اهم شيء بينتقل، هو الترانزميشن تبعيته عن طريق المذر ميلك، اوكي، اللي هو الاتش تي ال في 1، اوكي، راح نحكي عنه ان شاء الله. بس بشكل عام اعرف انه اورال سكريشن عن طريق السكشوال انتركورس، الفيرتيكال والبلد وما إلى ذلك. هلا الدايجنوز ممكن استخدم بي سي ار. تمام، الكلتشر صعب، حكينا الفيروسات، الكلتشر فيروسات صعب جدا. وممكن استخدم السيرولوجي، السيرولوجي ممكن استخدمها، يعني نشوف اذا في عندي طريقة مثلا نشوف الانتي بودي للكابوسي ساركوم هيملكس فيروس. ممكن اعمل ايميونو فيروسن وسترن بلاد تو انزيم اليزا يعني بشكل عام. اوكي، التريت ممكن اعمل فوسكرانيت، تمام، فامي سايكلوفير، جاني سايكلوفير، سايدوفير، يعني ممكن يقللوا لي ريبليكيشن تبع كابوس ساركوم هيبليكس فيروس. اوكي، تمام. لا عندنا ال HTLV1 اللي هو الهيومن تي ليمفوتروبيك فيروس، تمام، هو عبارة عن ار ان اي ريترو فيروس. الامثلة على الار ان اي ريترو فيروس اللي هو الاتش اي في كمان. اوكي، ال اتش تي ال في 1 هو كوزيتيف ايجنت للادل تي سيل لوكيميا لينفوما اي تي ال، وهي يعني فيري 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 اجريسيف تيومر، وهاز فيري بور بروجنوسيس، يعني انت بتحكي 5 سنوات 5% سرفايفل. تمام، فبشكل عام لازم نعرف انه بيعمل لي اللي هو ادلت تي سيل لوكيميا لينفوما، ممكن يعمل لي كمان نيرف سيستم ديجنريشن، بيعمل لي شيء اسمه تروبيكال سباستيك باراباريسز، بيعمل لي ميلوباثي. تمام، هلا بشكل عام من اسمه هيومن تي ليمفوتروبيك فيروسز، يعني بده يهاجم التي سيل، تي سيلز، اوكي، فبده عنده ماركت افينيتي ماتشور تي سيلز، منطقة بما انه عنده افينيتي تي سيلز فبدي يسبب لي اللي هو الاي تي ال. تمام، في 20 مليون مصاب بهذا الفيروس. الان الترانزميشن، اهم شيء نعرف انه هو المذر تو تشايلد ترانزميشن عن طريق البريست فيدينج، هذا مهم كثير يعني، عشان هيك يعني نطلب المرأة الأم المصابة بالفيروس هذا ما تخلي طفلها أو ترضع طفلها طبيعي. أوكي، تمام، وممكن عن طريق البلاد ترانسفيوجن كمان. تمام، لا بشكل عام فيروسات بالبلاد ترانسفيوجن كثير منها بينتقل بالبلاد ترانسفيوجن، يعني بالدراج أبيوزر مثلا أو بالسكشوال انتركورس. هلا المميز في هذا الفيروس انه له لونج ليتنسي بيريود، مثلا صبت فيه مثلا لا سمح الله مثلا اليوم، بعد 20 30 سنه لا يصير في عندي الاونست اوف لوكيميا. تمام، فلونج لونج فيري لونج سبحان الله. هلا عندنا هلا الهيومن تي ليمفوتروبيك فيروس كلينيكال سيندرومز. هلا بشكل عام هذا الكلام حكيناه سابقا يعني، ولكن للتكرار، عن ال HTLV يعني بيكون ممكن اسيمتوماتيك حدا 30 سنة، ممكن خلال 30 سنة يعمل لي اللي هو ال adult T cell lymphoblastic lymphocytic leukemia. تمام، ولكن هذا الحكي بصير من كل واحد لعشرين، تمام، من كل واحد لعشرين بصير هذا الشيء، من كل 20 شخص واحد مصاب يصير عنده اللي هو الـ ATLL.
تمام. وحكينا الاي تي ال ال هو النيوبليجيا، نيوبليزيا اوف سي دي 4. اللي في عندي بالسمير مثلا، لا السمير مثلا، في شيء اسمه هيك فلاور سيلز، تمام، ما هي مالجنت سيلز هاف بين، يعني هدول الخلايا التي سيلز مثلا السرطانية بسموها فلاور سيلز، تمام. وبميز فيها عندها بليومورفيك اند كونتين لوبيوليتد نيوكلياي، يعني هاد اي شايف مثلا هاي نيوكلياي، هاي نيوكلياي، هاي نيوكلياي، ف شكلها جميل يعني، ولكن السيمتومز تبعيتها مش جميلة صراحة، تمام. وحكينا الـ ATLL very fatal، يعني غالبا خلال عام بيكون يعني مرة سيئة جدا. الآن diagnosis عن طريق الـ ELISA Western blot والـ viral PCR، يعني ما في صراحة علاج منيح قوي يعني للفيروس هذا يعني، تمام. therapies are not curative، ما في انتي فايرال ايجنت معين نستخدمه يعني، ممكن اذا نستخدم ممكن نستخدم انتي فيرون انترا انت انت انترفيرون اي الفا وزيفا يودين، ممكن نطول السرفايفل يعني، بس ما في شيء ممكن كثير كيوراتيف مع الاسف، تمام. هذا جدول، هذا جدول يعني اخذته من الشيتس، تمام. صراحة كثير مفيد يعني، الله يجزيه الخير اللي سواه، مختصر للغاية يعني، هيك يلخص أمور المحاضرات المهمة. فعندنا بال B19 بارو فيروس اللي حكينا عنه سابقا، البروبرتيز سمول دي ان اي ونون انفولوب، اوكي. الترانزميشن عن طريق الريسبيراتوري دروبلتس، هذا مش نحكي، ممكن عن طريق الفيكال اورال او البلاد اند اتس برودكتس. بيصيب بيكون الاوت بريك تبعه بالسكولز، تمام. وبيهاجم لي الارثروسايت بري ارثروسايتك سيلز، تمام. هلا مانيفستيشنز حكينا اريثيما انفكشوازم بولي ارثروباثي ابلاستيك كرايسيس هايدروسفيتاليس، طبعا كل واحد منهم بيصيب فئة معينة. هلا الدايجنوزز بنشوف الاي جي والاي جي ام حل او بي سي ار، تمام. امشي الاي جي والاي جي ام والبي سي ار وممكن الكترون مايكروسكوب، تمام. يسموه هذا المرض الخامس. العلاج بلاد ترانسفيوجن وممكن اميونو اي في اميونو جلوبولين بحالات الاميون ديفيشنت بيبل. هلا الليبستان بار فيروس هو عبارة عن دبل ستان ستراند دي ان ايه، هون حكينا سنجل، هون دبل، تمام. لونج لايف انفكشن لانه هو من عائلة الهيربس، فالهيربس يمتازون باللايف لونج انفكشن. اور سيكريشن عندنا هون، بلاد ترانسفيوجن النقل والترانسبلانتيشن. الابديميولوجي من 96% بيكونوا كارير باي فيزك، ممكن بالتشايلد هود والاديلوسنس، بيهاجموا ال سي دي 21، ممكن يصير في عندي بيس نيو بلاستيك ترانسفورميشن، تمام. هلا بالادلت صار عندي انفكشوس مونوكليوسز، بالصغار ممكن يصير في عندي اسيمتوماتيك اور مايلد، ممكن يصير عندي تيومرز جاستريك كارسينوما مينلي. سيرولوجي ميم اليزا مون سبوت، اسايكلوفير ممكن نستخدمه. الساركوما كابوسي ساركوما نفس ال اي بي في، ممكن تعمل تيومرز، فهي دبل ستراند دي ان اي زيها زي ال اي بي في. اورال سكريشن سيكشوال فيرتيكولي باي بلاد، يعني هذا كلام كله حكيناه بس انه حلو نراجعه. الاعراض الكابوسار ممكن يعمل كابوسي ساركوما، فاسكولار تيومرز، ليمفومز. بي سي ار الاوبتيمال تيست والايزا، ممكن نعالج عن طريق الفوس سكرينيت ثاني سايكلوفير. عندي هيومن تي ليمفو اتروفيك فيروس ار ان اي ريترو فيروس، هذا مميز صراحة، كلهم دي ان اي بينما هذا ار ان اي ريترو فيروس، هو الليتنسي تبعيته 30 سنة. اهم شيء بريست فيدنج مود اوف ترانزميشن، لازم نمنع الام ترضع طفلها، وممكن عن طريق السكس مثلا او بلاد، تمام.
بينتشر حول العالم وايد وورد وايد يعني، وبيهاجم التي سيلز وبيعطيني شكل مميز اللي هو فلاور سيلز، تمام. وهو اسيمتوماتيك حتى يعطيني اللوكيميا القاتمة. الايزا عن طريق الايزا بنكشفه، وريل تايم بي سي ار، ما في سبيسيفيك تريتمنت، ممكن اعطيه انترفيرون الفا وزيدو فيودين، تمام. هلا البريفنشن، البريفنشن اللي هو لل اتش تي في ال 1، اللي هو نمنع الام انها ترضع طفلها، ونعمل وخلي البيش ناس تعمل سيف سكس براكتس للسيف سكس، هو avoidance للنيدل شيرينج ار امبورتنت. هي اصلا السلايد هاي المفروض قبل هاي، بس انا خربطت، بس مش مشكله مش بنات. المهم اوكي، هلا ال اي صراحه بس سؤالين سنوات يعني، صراحه ما لقيت بملف 19 ولا ملف 20، اسئله سنوات كثير، بس بشكل عام هاي سؤالين سنوات. اللي هي اجى سؤال على اللي هو نوع التي سيل شكلها، او شو شكل التي سيل بنلاقيه ب اتش تي ال في، اللي هو فلاور سيلز، تمام.